السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، هذا الفيديو اليوم إن شاء الله غادي يكون فيه خليط، غادي يكون فيه مجموعة ديال لي زاكتيفيتي اللي غادي ندير اليوم. عنديش لو بلا والي ما يتقضى. الله، ويلكم باك. دابا يلاه وصلت المترو. وعلاش عاوتاني بغيت نهضر معكم على مترو؟ مترو نورمالمون أنا ما كنتقداش منه، هو واحد متجر تجاري سميتو مترو، مي انا ما كنتقداش منه قليل. الا كان فيه شي بروموسيون او الا كنت مجبره هو اللي قريب ليا مثلا في المكان اللي انا فيه الى غير ذلك، لان فيه الاثمنه بالنسبه لي انا طالع شويه. عاده كنتقدا من فود بيزكس، من وول مارت، فريشكو، نو فريلز. في اورليون كاين نو فريلز، وول مارت وفود بيزكس كاين حديت ولا حرج. فين ما مشيتي كتلقى فود بيزكس وول مارت. اولا فود بيزكس فيه لي بري موان شير كو وول مارت. وول مارت باش مزيان لان كتلقى فيه الحوايج يعني الملابس كتلقى فيه من كل فن طرب، فوالا. اما فود بيزكس كتلقى فيه فقط غير القص. انا اليوم جيت للمترو، غالي شويه، بغيت غير باش نوريه لكم احبابي. كيعجبني مترو لانه كيجيني كلاس. هاي هاي، اليوم بغيت ندلع راسي شي شويه. كيجيني كلاس زوين، منظم مزيان، داك النظام اللي فيه ما كتلقاش في هادشي اللي قلت لكم دابا. وعلى ذكر المواد الغذائيه، جاني واحد السؤال مؤخرا على الغلاء اللي ولا في كندا، وواحد السيده مخلوعه قريبه تجي، الله يسهل عليها ويسهل عليكم كاملين وتجيو على خير وبخير وتحققوا الحلم ديالكم. قالت لي بانها مخلوعه من الغلاء اللي ولا في كندا. بغيت نقول لكم كاملين، نعم، كندا يعني المستوى المعيشه طلع بشكل ملحوظ جدا. حنا اللي ساكنين سنين هذه في كندا، هذا الارتفاع المفاجئ ديال المعيشه ككل، ماشي فقط غير المواد الغذائيه، كل شيء ولا الثمن ديالو مرتفع. فعلا زعزع لينا البادجيت ديالنا، يعني ولينا محتاجين لمدخول اكثر. بغيت نقول لهاد السيده وبغيت نقول للناس كاملين ان راه ماشي غير كندا اللي ارتفعت المستوى ديال المعيشه ديالها، بل كل شيء المدن حتى المغرب. فاش مشيت هاد المره لقيت بان الاثمنه ولات مرتفعه ديال المواد الغذائيه وديال اي حاجه بغيتي تشري، فكنبقى مفاجاه فيها. يعني احبابي هاد كورونا دات فينا ما بغات، طلعت لينا الحياه بزاف. زعما كنقول الناس مساكن اللي لا حول لهم ولا قوه، الله يقدرهم على هاد الدنيا كلها، الله يقدرهم. والناس اللي قادرين انهم يزيدوا يرفعوا من مستوى الدخل ديالهم، فكاين بزاف ديال الفرص، خصوصا كنتكلم على كندا. الناس اللي مخلوعين من ارتفاع المعيشه عندكم الحل، غادي تخدموا. غيخدم الراجل وتخدم المراه، وكل واحد فيكم يخدم ثلاثه الخدمات. هاد البلاد السعيده طبيعه الحال فيها دائما لي زانكونفينيون ولي زافونتاج، وهاد المساله ديال الشغل هو واحد الافونتاج كبير عطيه لينا الدوله. هي كتقول لك خدم حتى تشبع، بغيتي تخدم الى عندك لا فورس باش تخدم جوج ولا ثلاثه الخدمات في مره، انت حر. قد ما خدمتي قد ما كتدخل وقد ما كتعطي لي طاكس. يعني الناس اللي بغاو يحسنوا من المستوى ديال المدخول ديالهم، واللي بغاو يقدروا على هذه المعيشه اللي ولات مرتفعه في جميع المستويات، فكنقول لهم راه الفرص ديال العمل كثيره حدت ولا حرج. ودائما كنقولها وغدا نبقى نقولها، راه غير اللي ما بغاش يخدم، ما يمكنش شي حد يقول لي ما لقيتش خدمه، غير اللي ما بغاش يخدم. وبطبيعة الحال الإنسان في الأول ضروري من اللي كيجي أول مرة خاصو يجي معاه حصيصة، وغا يعرف راسو بأن غيخسرها. بين ما لقى شغل ملائم، بين ما لقى المكان اللي غيسكن فيه ملائم إلى غير ذلك. وإلا سبحان الله الإنسان حصل ولا تقادوا ليه الفلوس اللي جايب معاه، راه الدولة كنقولها دائما راه ما غاديش تخليك جيعان، ما غاديش تخليك عريان. كاينه مساعدة ديال الدولة المادية، وكاينه عدة مساعدات من طرف عدة جمعيات. يعني ما لن تعرى ولن تجوع ولن تعطش، ولكن راه ماشي هذا الشيء اللي كنقول لك غادي يجيو يدقوا السلام عليكم واش انت فلان، هاك 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 واحد الكمشة ديال الفلوس، هاك هاك المساعدة المادية. ولا يقول لك هاك والله تتشد واحد القفة ديال الخضرة. وهنا بغيت نقول والله ما قفلتي لا فورتي، يعني راه الا ما مشيتيش انت وبحثتي على المساعده سواء الماديه او لا مساعده كيف ما كانت، راه انت اللي خصك تمشي وتقلب عليها وتتواصل مع هاد الجمعيات وتتواصل مع هاد الناس اللي كيساعدوا، وتقول لهم بانك محتاج المساعده وتقول لهم الظروف ديالك الى غير ذلك باش توصلك هاد المساعده. راه ما يمكنش غتحط رجلك في كندا غادي يبداو المساعده تطيحوا عليك من السماء. هلا
هانا جيت المترو، هذا حدايا في اورليون. بسم الله توكلنا على الله. بلاصه فيها غير الفرماج، واحد الفرماج هنا بان ليا بحال الزليج. فوالا السوق الاسبوعي كل خميس كيبدا من لي ما خفت نكذب لا ما خفت نكذب من الاخر ديال ماي. فوالا هو هذا تسيت سالينا تسيت تسيت هو هذا فقط لا غير. حدا مترو تقدي دابا مترو اثمنه طالعه، غير كاليتي كتكون شويه زوينه في مترو. فوالا هذا الشيء اللي كيصنعوا الناس في منازل ديالهم. او واو شنو هذا؟ لا لا Yes, 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 that's it. Strawberry. Oh, let's see. Hello. Hi there. Good. That's it, that's it, that's it. Sally Touf. Tania. That's it. You can see that you said that's it. Voila. واو 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 شحال تقديت شحال تقديت عباد الله. تقديت هاد شويه الفخاز شويه ب 6 دولار. هلا سيداتي سادتي حييت اليوم حييت الحمد لله، ولكن درت بامال دو شوز. خرجت مع الصباح كيف ما قلت لكم على قبل الهدايه، ودابا الخمسة عاد راجع للدار ايبويزي ايبويزي، ولكن الحمد لله دات نهار زوين. وقبل ما نقول لكم باي باي انا وصلت لداري، ما تنساوش تلتحقوا بالعائله على الانستغرام لانني عندي دائما ما يفيد، ولانني كنعمل فيها سؤال وجواب. فوالا استسخدتو بوغ هاد الفيديو ان شاء الله. كنتمنى نبقى دائما عند حسن الظن ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. شي شويه غادي نعس لكم هنا. احبكم في الله. جيهان من كندا تحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.